بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا القائمة الأولية للعيبة المحترفين المختارة لمعسكر الفراعنة في شهر سبتمبر. وضمت القائمة محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وأحمد حجازي وطارق حامد ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وسام مرسي. لاعبة فريق نادي الزمالك اتدربوا امبارح تدريبات تكتيكية متنوعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تستعدادا لمباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل. وكانت التدريبات عبارة عن المرور من الحواجز الحديدية والتسديد على المرمى، وبعدها خاضت اللاعبة تدريبات على ضربات الرأس. المسؤولين في النادي الأهلي استقروا على إقامة المعسكر الخارجي في هولندا علشان تجهيز اللعيبة فنيا وذهنيا للموسم الجديد، والمعسكر هيكون مدته 10 أيام من 16 لحد 26 سبتمبر. منتخب تنس الطاولة سيدات نجح في التأهل لنهائي البطولة الإفريقية اللي بتتلعب في الجزائر، وجه تأهل منتخب السيدات بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3-0 في منافسات نصف نهائي البطولة. هنروح معاكم لمباريات الدوري الانجليزي الممتاز، وحقق فريق مانشستر يونايتد الانجليزي انتصار كبير على فريق ارسنال بنتيجه 3-1 في مواجهه لجماعتهم في قمه الجوله السادسه من بطوله الدوري الانجليزي. بالنتيجه دي لسه بيتصدر ارسنال جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطه، ومانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 12 نقطه. فريق برايتون فاز على فريق ليستر سيتي بنتيجة 5-2 في المواجهة لجماعتهم ضمن ختام منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري الإنجليزي، وبكده رفع برايتون رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع في ترتيب صدارة الجدول العام للدوري. أما ليستر سيتي ففي المركز العشرين والأخير من ترتيب البريمير ليج برصيد نقطة واحدة بس. هنروح معاكم للدوري الإيطالي وفريق أودينيزي اللي حقق فوز كبير على فريق روما 4-0 في قمة الجولة الخامسة بالدوري الإيطالي، ده في المباراة اللي اتلعبت بينهم امبارح. وبالنتيجة دي وصل فريق أودينيزي للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، وروما في المركز الخامس برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف لصالح أودينيزي. بكده خلصت جولتنا الرياضية، وهرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. بشكرك يا دينا، شكرا جزيلا لاستعراضك الأخبار الرياضية.